الحصيلة العملياتية لشرطة خلال سنة 2021 عرفت ارتفاعا في أرقام الجرائم مقارنة بسنة 2020، جرائم فاق عددها 200,000 جريمة اختلفت بين قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات، وكذا قضايا المخدرات وتهريب المهاجرين والمساس بالفئات الهشة. هذا ما جاء خلال عرض للحصيلة السنوية من قبل المفتش العام للمصالح الشرطية. تم إحصاء أو تسجيل ما يقارب من 296,148 قضية بمعدل تقريبي يوازي 660 جريمة لكل 100,000 نسمة، من ضمنها 205,570 قضية تم حلها وإنجازها، أي ما يعادل نسبة الإنجاز تقدر ب 69.41%. الجزائر لم تسلم من الجرائم السيبرانية، أعمال عدائية حاولت أن تستهدف أمن واستقرار البلاد. وفي إطار العمليات الاستباقية الهادفة إلى تأمين الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات العمومية والخاصة، فقد تم صد مشروع 113 هجمة سيبيريانية كانت تستهدف المواقع الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية الوطنية، من ضمن 371 قضية تتعلق بالمساس بالأنظمة المعلوماتية. وهنا يتجلى دور مصالح مكافحة الجريمة السيبيريانية في نوعية العمليات التي تنجزها في حجم الدعم التقني الذي تؤمن لفائدة المصالح العملياتية، خاصة في مجال محاربة الجريمة. رغم تصاعد مؤشرات الجريمة بمختلف أنواعها، إلا أن المصالح العملياتية الشرطية في عمل دؤوب لمكافحتها من خلال تعزيز التغطية الأمنية عبر ربوع الوطن.